28 kilogram block is connected to an empty 2 kilogram bucket by a cord running over a frictionless pulley. The coefficient of static friction between the table and the block 0.45 will kinetic 0.32. Sand is gradually added to the bucket until the system just begins to move. طبعا لما نضيف هنا في عندنا mg هنا t هنا عارفين mg اللي هي 28 في 9.8 ln تساويها وهنا في ميو في n لو كان مفيش حركة يبقى ميو اس يعني قبل الحركة على طول بدأ يتحرك يبقى ميو كي. وبيقول لي calculate the mass of sand added to the bucket عشان يبدأ الحركة هقول سيجما الفورس تساوي زيرو الفور الحركة لو صارت هتبقى كده بس هو لسه مفيش حركة لسه مفيش acceleration قبل الحركة على طول هيكون عندنا ال mg ماينس الميو اس في ال n اللي هي 28 في 9.8 يساوي صفر اذا طبعا ده جي زي جي الماس بتساوي طبعا برضه ده 9.8 شروحوا مع بعض فيبقى نقول كده الماس هيساوي 8 ده راح مع ده يبقى الماس بيساوي 28 في الرقم ده اللي هو 0.45 في 28 ده التوتال ماس اللي هو 12.6 كيلو جرام اذا ده الماس توتال يبقى الماس بتاع الساند اللي اتضاف نشيل منه الاتنين كيلو جرام بتوع الباكت هيبقى 10.6 كيلو جرام ده البارت الاولاني في البارت بي بيقول كالكليت دي اكسلريشن اول ما ابدا بقى يتحرك هنشيل الميو اس ونحطها ميو كي هيبقى سيجما الفورس تساوي ام اي وبالتالي برضو ام جي ماينس ميو كايناتيك 28 في 9.8 بيساوي الكتلتين اللي بيتحركوا اللي هما 28 زائد الام في الاي الاتنين بيتحركوا مع بعض خدت السيستم على بعض طيب تعالوا نعوض بالحته اللي احنا عارفينها 9.8 الماس كله على بعضه اللي بيتحرك هنا 12.6 الميو 0.32 صار حركه خلاص 12.6 عايزين نحسب الـ A إذا الـ A هتساوي 12.6 في 9.8 ماينس 0.32 في 28 في 9.8 اللي هو الفريكشن دي الفورس النت تقسيم الاتنين دول و 28 زائد 12.6 acceleration point 8 متر بير سكند سكوير